بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المحاضرة التاسعة من مساق تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر. لازلنا في فلسطين في العهد العثماني. اليوم سنتحدث عن نهاية حكم محمد علي، الحكم المصري في عهد محمد علي، وسنبدأ الحديث عن عصر التنظيمات العثمانية. بخصوص احنا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن نهاية الثورة، وقلنا كيف تم القضاء على الثورة بمجيء محمد علي، تحالف مع بشير الشهابي، وبشير الشهابي قضى على الثورة في الجليل، محمد علي قرر أن يقمع الثورة في المرتفعات الوسطى من فلسطين، تحديدا منطقة نابلس، وأيضا سيطر على منطقة القدس وفي منطقة الخليل، ولاحق الثوار جيوش يعني محمد علي وإبراهيم باشا، لاحقوا الثوار في منطقة الأردن، وأهالي السلط سلموا قاسم الأحمد إلى الجيش إلى قوات إبراهيم باشا خشية الانتقام. قلنا أنه كان الانتقام شديد جدا. الآن بعد أن تمكن محمد علي وابنه إبراهيم باشا من القضاء على الثورة بتلك الدرجة من القمع الشديد، سيطبقوا ما أرادوه، سينفذوا ما أرادوه. ما الذي أرادوه؟ أرادوا ضرائب وتجنيد إجباري ونزع أسلحة، ونزع أسلحة، ضرائب تجنيد إجباري ونزع أسلحة. بدأوا الآن في النخب والعائلات التي وقفت مع محمد علي تحسنت مكانتها، لكن التي قاتلت محمد علي خسرت مكانتها. مين هم اللي سواء وقفوا مع محمد علي فترة الثورة أو لم يحاربوا؟ آل عبد الهادي وآل أبو غوش، لكن البقية دخلوا في الثورة وبالتالي خسروا مكانتهم. مشايخ جبل نابلس فقدوا مكانتهم السياسية، وفرض إبراهيم باشا غرامات باهظة على الناس لتمويل الجيش، وقام بجمع الأسلحة من الفلاحين، وساق الآلاف من الأولاد والشباب إلى الجندية، وأرسل إلى مصر وغيرها، وأرسلهم إلى مصر وغيرها من الجهات، ووضع مئات البدو المسلحين في أنحاء غزة لردع عربانها ومنعهم من الخروج على الدولة، خاصة أن ملاحقة العربان كانت أصعب من مقاتلة الثوار. الصحراء واسعة ويصعب محاصرة أو ملاحقة البدو في الصحراء الواسعة. مين كان أسهل؟ عملية جمع الأسلحة ولا التجنيد الإجباري؟ جمع الأسلحة. طبعا على صعوبة جمع الأسلحة، على صعوبة جمع الأسلحة، لكن الناس انكسرت، الناس بسبب القمع الشديد انكسرت الناس. لكن التجنيد الإجباري كان بإمكان أي شاب أن يفر، وقلنا الطبيعة الجبلية والطبيعة الصحراوية كانت تساعد الناس على أن يتخلصوا. هذا الدفاع في حالة قرروا المواجهة، ولكن في حالة قرروا الاختباء والهروب أيضا كان هذا يساعدهم على الاختفاء. إبراهيم باشا احتال على الناس في موضوع التجنيد الإجباري، جمعهم لحفر ترعة، تجمع له 13,000 شاب، أخذ منهم 10,000 وأرسلهم إلى الجهات التي يريدها. طبعا بالرغم من كثرة أعداد القتلى في الحروب التي خاضها الناس في مواجهة قمع إبراهيم باشا ووالده محمد علي، إلا أن محمد علي أيضا وإبراهيم باشا تمكن من تشغيل الناس في السخرة. إيش يعني السخرة؟ أيوة، الأعمال الشاقة بدون أجر، أعمال الشاقة بدون أجر. قلنا قبل قليل إنه مشايخ النواحي الذين وقفوا مع الدولة تعززت مكانتهم، آل عبد الهادي على وجه التحديد، ومع الدولة المصرية يعني، وآل أبو غوش احتفظوا بمكانتهم. ازدياد النفوذ الأجنبي في عهد محمد علي. الآن محمد علي كان يعرف حساسية الخطوة التي قام بها، لذلك أراد أن يطمئن الدول الأوروبية، أبلغهم بنيته السيطرة على بلاد الشام،
وبمجرد دخوله بلاد الشام أعفى المسيحيين واليهود من الضرائب ومنحهم حريات، في رسالة من الدول الأوروبية أن مصالحكم محفوظة، أن مصالحكم محفوظة ومؤمنة. الجمعيات التبشيرية تكثف وجودها ونشاطها أيضا في فلسطين. وبعد انتهاء الثورة اللي قمعها محمد علي بال 34 زاد نفوذ القناصل. الإنجليز افتتحوا أول والآن القناصل في القدس. فاكرين أنتم بال 1700 لما كانت محاولة تعيين قنصل فرنسي قاومها الناس. اليوم قنصل بريطاني وقنصل فرنسي وقنصل بروسي وقنصل أمريكي وقنصل نمساوي وقنصل روسي. يعني في ظروف 5 سنوات من 1838 ل 1843 حوالي 5 قناصل فتحت. القنصلية الروسية تأخرت، ب 1858 فتحت القنصلية الروسية. أخطر، نعم، أهم واحدة فيهم 1838 اللي هو نعرف اللي هي أول واحدة اللي نعرف، وكمان لأنه هي كان هذا القنصل هو أكثر القناصل خطرا وأكثر القناصل ارتباطا. 1838 البريطاني، القنصل البريطاني، وأكثرهم ارتباطا بالفكرة الصهيونية، هذا القنصل كان اسمه ويليام يونغ، ويليام يونغ مسيحي بروتستانتي، واحنا بنعرف انه الفكرة الصهيونية في اساسها نبتت من عند مارتن لوثر اللي هو قام بالاصلاح الديني في اوروبا، الاصلاح البروتستانتي في اوروبا. فهذا كان مسيحي بروتستانتي، عندما جاء الى فلسطين فرض الحماية على اليهود، كل اليهود سواء اليهود الاجانب القادمين او اليهود رعاية الدولة العثمانية، فرض حمايته عليهم وتعامل مع أول واحد رسمي، أول شخصية رسمية بريطانية، وفي كل أوروبا الغربية أول شخصية رسمية تنظر اليهود على أنهم شعب واحد. كانت النظرة السائدة لليهود أنهم أقليات تنتمي إلى دول مختلفة، لكن هذا نظر إليهم جميعا من كل البلدان بما فيهم رعاية الدولة العثمانية، يعني مواطني الدولة العثمانية، نظر إليهم على أنهم شعب واحد، فمن هان بتيجي وهان خطورة يعني الخلافات اللي كانت موجودة. محمد علي قلنا أنه عندما جاء للسيطرة على فلسطين 1831 شكل هذا طعنة في خاصرة الدولة العثمانية، بدل أن تتفرغ لتحرير الجزائر من فرنسا التي احتلتها عام 1830 أصبحت مشغولة بمحمد علي، وطبعا كان عندها مشاغل أخرى في أكثر من منطقة بالعالم، لكن زادت الهموم، على الدولة العثمانية. توسع النشاط التبشيري خاصة لبروتستانتي. أنتم تعرفوا الطائف المسيحية ثلاثة الرئيسية اللي هم الكاثوليك اللي هم هدول المسيحيين الغربيين، الأرثوذكس المسيحيين الشرقيين، البروتستانت هدول اللي كانوا انشقاق عن الكاثوليك، في أوروبا، وهم هدول اللي هم البروتستانت هم اللي مؤيدين للصهيونية، هم اللي مؤيدين، وبالذات البروتستانت اللي في بريطانيا في أوروبا الغربية، بريطانيا وبعض زي هولندا وبلجيكا وفي أمريكا، لكن المسيحيين العرب، يعني عندما نتحدث عن مسيحيين صهاينة، المسيحيين العرب لا علاقة لهم بهذا الأمر على الإطلاق. طبعا في عهد محمد علي زار اليهودي الثري اليهودي موسى مونتيفيوري، زار فلسطين واجتمع مع محمد علي وبحث معه شراء قطع أراضي. نعم، لا يعني هو اشترى، لكن في عهد محمد علي كانت المباحثات، ومباشرة 1839 انعقد مؤتمر لندن في السنة اللي بعدها 1840 وتم إخراج محمد علي من فلسطين. لكن الفكرة محمد علي ما كانش مانع أن يعطي موسى مونتيفيوري هذا اليهودي البريطاني الثري أن يمنحه أراضي لكي تكون في خدمة اليهود، في بعض الناس بيقولوا أنه حكم محمد علي
في فلسطين كان تأسيسا لبداية عهد جديد، إنه أحدث تغييرات جوهرية يعني لمسنا أثارها فيما بعد. إيش رأيكم في هذه العبارة؟ لا، مش صحيح. هذا الكلام مش صحيح. إحنا من سلسلة الأحداث اللي شفناها لم يعني يقم محمد علي بشيء جوهري يؤثر في الواقع. اللي عمل التغييرات الكثيرة اللي هو عصر التنظيمات العثمانية. طبعا مش كلها إيجابية التغييرات اللي انعملت في عصر التنظيمات العثمانية، لكن في إشي إيجابي منها وفي إشي سلبي. لكن الأساس التغييرات بدأت، تغييرات حتى على البنية الاجتماعية والاقتصادية موجودة. طبعا أنا إحنا لسنا مع إنه عهد محمد علي أو الحكم المصري في فلسطين، تماما كما قلنا عن موضوع الاحتلال الفرنسي لم يؤسس لحياة مختلفة في فلسطين، هذا الحكم لم يؤثر. هذا كان مدرع لفلسطين، لأنه هذا عمل على زيادة النفوذ اليهودي في فلسطين. قلنا إنه بعض المؤرخين يقولوا أن حكم محمد علي ممثلا بابنه إبراهيم باشا في فلسطين أسس لواقع مختلف، لواقع جديد في فلسطين، لكن هذا الكلام غير صحيح. صحيح فتح الأبواب أمام النفوذ الأجنبي، هذا صحيح، لكن على صعيد التغيير في واقع حياة الناس لم يؤسس لتغيير للأسباب التالية. أولا، يلا بس ارفع صوتك عشان نسمع. النخبة الحاكمة في مصر وبلاد الشام كانت من أصول تركية عثمانية متعالية في تعاملها مع العرب، يعني ما حصلش إنه في موظفين كبار من بلاد من فلسطين وبلاد الشام حكموا، لا كانوا جايين من برا، وهذول فرضوا حكم مركزي في بلاد الشام هدفه كان إحكام السيطرة وليس من أجل التعبير عن الهوية السياسية والثقافية لبلاد الشام. إذا الحكم اللي كان موجود، كبار الموظفين كانوا من خارج بلاد الشام، لم يستفد أبناء الشام لا خبرة ولا دراية جديدة، ولم يعكس الحكم يعني أو لم يعبر الحكم عن تبلور للهوية السياسية والثقافية لبلاد. هذا الأول. اثنين، السلطة المركزية في بلاد الشام لم تؤدي إلى تغييرات جذرية في البنية الاجتماعية، حتى التغييرات الإدارية مثل إقامة مجالس الشورى والتعديل في النظام القضائي لم تتعدى كونها إصلاحات هامشية، لم تؤثر على العلاقة القائمة كيف بين الأهل والدولة. إيش معنى هذا الكلام؟ فاكرين لما قلنا إنه غيروا نظام الإقطاع من التيمار إلى الالتزام، تغيرت الدنيا كلها. ليش؟ إن الملتزم صار شخصية جديدة عندها قوة، عندها عزوة، عندها رجال، صار عنده أموال، فبالتالي تحول إلى قوة اجتماعية. الملتزم تحول إلى قوة اجتماعية. هنا حتى اللي صاروا في مجالس الشورى ما كانش فيه هالوظيفة المهمة، إشي شكلي، فبالتالي ما تجمعش حوالي عدد من الناس، لم يتجمع حوله عدد من الناس، ما شكلش مركز قوة، ما شكلش مركز ثقل على الإطلاق. وبالعكس، بالعكس نظام الالتزام كان موجود، غيروا لإيش؟ عملوا دائرة لجمع الضرائب، دائرة لجمع، فصاروا موظفين الدولة، فبالتالي كل اللي كانوا ملتزمين وكذا وغيره صفوا على شقة، وصارت الدولة هي التي أو السلطة هي التي تقوم بهذه الوظيفة. ثلاثة، كان عصر محمد علي مرحلة لزيادة النفوذ الأجنبي، بوابة لزيادة النفوذ الأجنبي في فلسطين. قمع الحكم المصري للثورات بشكل دموي
هذا يعني ما خلاش في مودة بينه وبين الأهالي، عكس العثمانيين. العثمانيين كانوا أحياناً بيقمعوا، ولكن كانوا حريصين على عدم إراقة كثير من الدماء من أجل عدم هدم جسور العلاقة مع السكان وقياداتهم المحلية. لكن محمد علي جاء مصمماً على قمع الثورة، وانتوا فاكرين ايش قلنا المرة اللي فاتت، انه حتى اعيان القدس الذين ذهبوا الى محمد علي من اجل الوسط التوسط لحل المشكلة اعتقلهم، حتى هؤلاء اعتقلهم ورفض اي نوع من الوسطة. الاصلاحات الفوقية التي فرضتها الادارة المصرية بنجاح نسبي لا تتعدى كونها تغييرا كميا لا نوعيا، وكان يستهدف فرض سياسة الادارة، يعني كل ما كان يهم محمد علي أن يسيطر على المكان بطريقة مركزية من خلال موظفين جلبهم معه عندما أتى إلى بلاد الشام. نهاية الحكم المصري، كيف انتهى الحكم المصري؟ حكم محمد علي كيف انتهى؟ حاول العثمانيون استعادة بلاد الشام، لكنهم انهزموا في معركة نصيبين عام 1839، ومات السلطان اللي هو محمود الثاني، واستسلم الأسطول العثماني ووقع تحت سيطرة محمد علي. هذا موجود في مكان متأخر شوية بالملزمة، بس هذا اللي مش موجود، هذا واللي حيجي بعده، فهذا اكتبوه. وتدخلت الدول الأوروبية، ناسي اكتبه أنا، وتدخلت الدول الأوروبية وعقدت مؤتمر لندن سنة 1840. تدخلت الدول الأوروبية وعقدت مؤتمر لندن سنة 1840. إذن بمقتضى الاتفاق اللي هو مؤتمر لندن واتفاق لندن، تم منح محمد علي مهلة 10 أيام لإعلان موافقته الخضوع لدولة العثمانية مقابل أن يكون حكم مصر وراثيا له ولأولاده من بعده، أما عكا فتبقى تحت حكمه مدى الحياة، إن لم يقبل فيوم 10 أيام أخرى، وإن لم يستجب فإن الدول الأوروبية ستجبره بالقوة على الانصياع. واللي حصل إنه هو لم يقبل، فتدخلت الدول الأوروبية وهزم محمد علي وعاد يعني الحكم العثماني إلى بلاد الشام. في آخر أيام محمد علي أو آخر فترة محمد علي، حكم محمد علي في فلسطين، أصدر السلطان عبد المجيد قانون اسمه خط شريف، يعني قانون جول خانة سنة 1839، سعت الدولة العثمانية لإقامة حكم مركزي في بلاد الشام، لكن نجاحها في فلسطين ظل محدودا حتى سنة 1856. الآن سنتحدث بس نقطة مؤتمر لندن اللي مش موجود، أما الباقي كله موجود. الآن بدنا نحكي عن فترة التنظيمات العثمانية. هذه الفترة مهمة جدا، لأنه حصل فيها تحولات جذرية في الواقع الاجتماعي والاقتصادي داخل فلسطين. ليش سموها التنظيم؟ طبعا هي من 1839 ل 1878. لماذا أطلقوا عليها اسم التنظيمات العثمانية؟ هي عبارة عن مجموعة من الإصلاحات، لماذا أطلق على اسم التنظيمات أو عصر التنظيمات؟ حتى يميزوها عن الإصلاحات السابقة. بدأ العثمانيون عملية إصلاحات جذرية وشاملة منذ أيام السلطان سليم الثالث، وأكملها السلطان محمود الثاني اللي مات عام 1839. جاء بعد محمود الثاني عبد المجيد ثم عبد العزيز. في عهد عبد المجيد وعبد العزيز حصلت إصلاحات
أطلقوا على اسم التنظيمات العثمانية. الإصلاحات الأولى هي كانت متأثرة بالنهضة الموجودة بالغرب، لكن لم تكن مفروضة على الدولة العثمانية، لكن كان في نخبة من الموظفين متأثرين، فكانوا بطريقة أو بأخرى يضغطوا من أجل عمل إصلاحات، وأحيانا السلاطين كانوا هم مقتنعين بهذه الإصلاحات. لكن هان في الفترة هذه في عهد عبد المجيد وعبد العزيز، وبعد ما الدول الغربية أسدت إلى الدولة العثمانية يعني معروفين كبيرين، الأول متمثل إخراج محمد علي، الأول متمثل في إخراج محمد علي من بلاد الشام، والثاني هذا عام 1840، والثاني عام 1803، ما هو إخراج محمد علي وإعادة الحكم العثماني، الثاني عام 1856 باتفاقية باريس التي أنهت حرب القرم، التي أنهت حرب القرم بهزيمة روسيا أمام الدولة العثمانية. فأمام هذين المعروفين الكبيرين كان لابد للدولة العثمانية، لأنه فيش حدا بيقدم معروف في السياسة ببلاش وإنما بمقابل. فبدأت يعني كنوع من الضغط، بدأ كنوع من الضغط على الدولة العثمانية إنه إحنا ساعدناك لكن بدك أنت تعمل إصلاحات، والإصلاحات هذه تفتح الباب أمام المصالح الغربية، أمام المصالح الغربية. لكن طبعا الدولة العثمانية كانت تناور بعض هذه الإصلاحات، استفادت منها الشعب الفلسطيني، والبعض الآخر طبعا لم يكن في مصلحة الشعب الفلسطيني. إذا التنظيمات أهميتها في تاريخ فلسطين، أطلق اسم التنظيمات على جملة الإصلاحات الجديدة التي أعلنت في عهد السلطانين عبد المجيد وأخيه عبد العزيز، لتمييزها عن الإصلاحات التي تم تنفيذها في أواخر القرن الثامن عشر حتى وفاة السلطان محمود الثاني عام 1839. المحطات الرئيسية، المحطة الأولى كانت بإصدار خط شريف جولخانة، جولخانة يعني قصر الزهور معناها، عام 1839، وهذا كان برنامج للإصلاحات الخاص بالتنظيمات الخيرية، وصار هذا هو الاسم الشائع لمجمل سياسة التحديث والتمغرب في أواخر العهد العثماني. إيش يعني التمغرب؟ التحديث يعني تغيير الواقع لكي يصبح حديثا جديدا مختلفا، لكن التمغرب أيوة اتباع الغرب في أواخر العهد العثماني. اثنين، إعلان السلطان عبد المجيد في 18/2/1856 خط شريف همايون، وقد ارتبط إصدار تلك الأوامر السلطانية بأزمات وحروب، وجاءت لإرضاء الدول الأوروبية التي ساندت السلطان في حربه ضد محمد علي باشا، وفي حرب القرم ضد روسيا التي انتهت باتفاقية باريس سنة 1856. قلنا هذا الكلام صح؟ ثلاثة، إعلان الدستور سنة 1876. هذا الدستور أعلن في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، في عهد السلطان. السلطان عبد الحميد جاء برؤية مختلفة، جاء برؤية مختلفة عن عبد المجيد وعن عبد العزيز، لكنه كان يدرك وطأة الواقع، وطأة المتغيرات على الساحة الدولية، إضافة إلى أن النخبة المنتشرة في الباب العالي، نخبة الموظفين الكبار الموجودين في الباب العالي ولدى الصدر الأعظم، والمؤمنين بضرورة التحديث والتمغرب وأخذ يعني ما يرضي الدول الغربية بعين الاعتبار، كانوا موجودين. منهم الصدر الأعظم مدحت باشا، نصح السلطان عبد الحميد، قال له إذا قمت بإعلان الدستور ومنحت حريات في هذا الدستور وعملت انتخابات وعملت برلمان على الطريقة الغربية، فإن هذا من شأنه أن يحسن العلاقة مع الغرب وأن يوقف أي ضغوط على الدولة العثمانية. فاستجاب السلطان عبد الحميد وقام بإعلان الدستور، وأن تم انتخاب أول برلمان عثماني، مجلس المبعوثان، لكن السلطان عبد الحميد ألغى الدستور سنة 1878.
وبقيت الحياة البرلمانية معطلة حتى عام 1908، لأن السلطان عبد الحميد لم يجد أي جدوى من وراء مثل هذا الإعلان ومن تشكيل البرلمان، فقام بإلغاء هذه الخطوة. تأثرت فلسطين بالتنظيمات العثمانية، وكذلك تأثرت طلع عدة عوامل. في عندنا التنظيمات، قوانين جديدة، في عندنا اندماج المنطقة اقتصاديا في السوق الرأسمالية. من وقت ايش بدأ اندماج فلسطين في الاقتصاد العالمي الرأسمالي اللي قاعد بهيمن على العالم؟ منذ عهد ظاهر العمر وتجارة القطن، مظبوط ولا لا؟ ولا نسيل ايضا ازدياد النفوذ السياسي الاوروبي، صار في قناصل وفي جمعيات تبشيرية، وتفاعلت النخب المحلية مع السياسة العثمانية والأوضاع المتغيرة، وساعد هذا على بلورة الصيغة النهائية للتحولات الاجتماعية وللدور المحدد الذي أدته تلك النخب في وضع صيغة جديدة في العلاقة بين الدولة والسكان. في عنا مجموعة عوامل كبيرة وضخمة، اندماج في السوق الاقتصادية الرأسمالية، التنظيمات العثمانية، النشاط التبشيري وزيادة النفوذ السياسي الأوروبي من خلال القناصل التي فتحت في القدس، كل هذا بدأ يغير الواقع، وبدأ عزز دور بعض النخب اللي كانت موجودة، أسقط بعضها الآخر، وساعد على ظهور نخب جديدة، وبهذا ننهي محاضرة اليوم. سنتحدث إن شاء الله في المحاضرة القادمة بمزيد من التفصيل عن عصر التنظيمات العثمانية وتأثر فلسطين بهذه المرحلة التاريخية.